السلام عليكم وأهلا معاكم. فيديو النهاردة هيكون تاني مرة نأكل فيهم الجراوي في الفيديو. احنا أول مرة استخدمنا لبن مخصص للجراوي مع سيريلاك مع مية دافية. قعدت 3-4 أيام أزود السيريلاك بحيث إن أنا أزود كثافة المخلوط بتاعي، ما يبقاش مجرد مية كده. ده تقريبا رابع او خامس يوم بنحاول نجدد في الوجبة بتاعتنا. مش هنستخدم لبن النهاردة، هنستخدم حاجة تانية. هنشوف احنا هنستخدم ايه. اول حاجة هنستخدمها هي سورس البروتين، او البروتين اللي موجود معانا النهاردة هو فراخ، اجنحة فراخ مخلية، وده هيكون سورس البروتين او مصدر البروتين بتاعنا النهاردة. تاني حاجة هنستخدمها هو العنصر اللي بيشبع، او المادة اسمها المادة المالئة، وهو يا اما رز، مكرونة، عيش، اي حاجة بتشبع. واحنا معانا هنا لسان عصفور. الحاجة التالتة معانا هي شوربة الفراخ دي مسلوقة ودي شوربتها وده مستوي برضو، فدي شوربة الفراخ. هنحطهم مع بعض كلهم وهنحطهم في الخلاط وهيعمل زي عجينة كده. هنشوف مع بعض هنعمل ايه. فاحنا معانا الخلاط، هنحط مع طبعا انا ايه مهاراتي الطبخية جميلة جدا، وبعد كده نحط الفراخ، او نحط الفراخ الاول مش تفرق، ما نمثلش، نحطها بايدينا عادي جدا. ونحط البتاع ده. انا حاسس ان هي لو كانت الكميه كانت هتبقى اقل من كده كان هيبقى الوضع اسهل. هنحاول نفرمهم واحده واحده كده وبعد كده نشوف الدنيا هيبقى ايه. بس انا اعتقد ان هي لو كانت وصلت لحد هنا بس كان الوضع هيبقى اسهل في الخلط. بس هنشوف كده مع بعض ونشوف. ده المخلوط بتاعنا، ريحته جميلة. نشوف بقى المخلوط بقى شكله عامل ازاي. طبعا احنا ممكن نعمل ايه، مش شرط ان هما يخلصوا الوجبة دي. طيب دلوقتي انتوا شايفين المنظر ده، ده في مية تحسه اكتر، ودولت الحبة اللي في القعر ماسكين نفسهم اكتر. فانا النهاردة هحط لهم اللي سايب الاول يشربوه زي السايب بتاع اللبن، وممكن بكره احط لهم شويه من اللي ماسك ده. اوكي. الشويه دولت بدل ما يترموا هحط عليهم شوربه، وممكن تضربهم في الخلاط او تقلبهم بس كده وبس كده، ويبقى انت كده ما تعملش كده تاني. احنا ما بنعرفش نطبخ. اوكي، احنا دلوقتي عند الجراوي. معانا الطبق اللي احنا بنعمل بيه كل مره، ومعانا الاكل اللي هنحطه. هنشوف الدنيا هيحصل فيها ايه. يلا بينا نشوف. اوكي، فاحنا نحط الاكل الاول. بص هم حاسين وعارفين. يلا طبعا ده حاجه جديده بالنسبه لهم، وجبه جديده بالنسبه لهم، ريحه جديده بالنسبه لهم. تعال احمد. ده سعيد جدا. بعد كل وجبة بنغيرها برضو بنتابع التويلت شكله عامل ازاي، في اسهال ولا لا، لونه مختلف ولا لا، ريحته مختلفة ولا لا.
بحيث ان في جراوي بيبقى عندها ده بس دي حالات قليله جدا بيبقى عندها حساسيه من مكونات معينه. يعني مثلا لو انت بتستخدم خضار معين بتاع حاجات كده في كلاب بيبقى عندها حساسيه من الحاجات دي. طبعا لو كلب كبير مش هتخاف عليه، لكن لو كلب صغير قوي كده واول مره يجرب حاجه زي كده بتبقى ناعي الهم شويه. احنا بعد الاكله دي، الاكله دي ما فيهاش سوائل كتير، فهنزود ميه على ما تبقى من الطبق بحيث ان هم يبحثوا، يبقى كده هم اكلوا وشربوا في نفس الوقت. فبعد ما نخلص هنزود ميه وهم هيشربوا، وبعد ما نخلص خالص ديفا تدخل تكمل على الطبق وتلحسهم وتنظفهم ويبقى كده تمام. طبعا الحمد لله رب العالمين مسح ما شاء الله. على فكره اللي تابع الحلقه اللي فاتت ان انا لما حطيت الحاجات دي وحطيت لوح الابلكاش بقوا يزقوا لوح الابلكاش ويطلعوا من هنا، فانا حطيت واحده من دي كمان هنا بحيث ان هما ما يعرفوش يطلعوا خالص، وربط الاثنين دولت في بعض، ولما ديفا بدخلها بشيل روح الابلكاج ده كده لفوق تدخل، وبعد كده انزله تاني. بس كده الاكل اترفع. اوكي ده ما تبقى هزود لهم شوية مية فيه يشربوا ويبقى كده وجبة خفيفة. دايما ما تزودش في الوجبات، في كميات الوجبات، يعني ما تحطش كم كبير في وجبة لأول مرة يجربوها. يعني لو وجبة أول مرة تتجرب بالنسبة للجراوي فيها مكونات جديدة بالنسبة لبطنهم وكده، حاول بقدر الإمكان إنها تبقى كمية مش كبيرة أوي يعني. بس احنا دلوقتي هنحط بقى إيه، دلوقتي ده مية يشربوا. طبعا الميه لسه فيها زفاره الاكل بتاعتهم، اذا كانت شوربه ولا فراخ ولا لسان عصفور لسه فيها الريحه بتاعتها، وانا عايزهم يشربوا. بس انت شرقت وانت اسف، واحد شرق بالراحه. مالكيش دعوة بالكاميرا، مالكيش دعوة بالكاميرا، مالكيش دعوة بالكاميرا، مالكيش دعوة بالكاميرا. كده بقى احنا ممكن ندخل لهم ديفا تلحس بقيه الجريمه اللي هم عملوها، ولو هم في منهم لسه ما شبعش قوي ممكن يرضع ربعتين كده منها وهي تلحسهم وتلحس الارض وتلحس الطبق وتظبط الدنيا. يلا بينا نشوف اللي هيجرى. يلا دوه دوه دوه.
stay.